بعد ما تعرفنا كده يا باشمهندسين على ازاي نسطب البرنامج وايه هي المفاهيم الاساسيه في الاستراكشر اناليسز اللي هنستخدمها في البرنامج، وتعرفنا على الواجهه الرئيسيه للبرنامج، تمام، هتلاقي ان كل الكلام ده مكتوب عند حضرتك في المذكره وبنتاخد منه سكرين شوت بحيث ان حضرتك تقدر تراجعه تاني لو حاجه انت نسيتها بالاضافه للفيديو. دلوقتي عايزين نبدا نعمل المثال اللي قدام حضرتك ده. دي عباره عن مساله سيمبل بيم، سهله خالص. عايزين نبدا نشوف لو احنا جينا حللنا المساله دي على برنامج ستاب هل هو بيطلع نفس النتائج ولا النتائج بتكون مختلفه. دلوقتي لو المساله دي قدامك زي كده سيمبل بيم، فانت عندك هنا الرياكشن هيطلع كام؟ هيطلع 12، والرياكشن هنا هيطلع كام برضو؟ هيطلع 12. اما بالنسبه للرسمه بتاعت النورمال فورس دايجرام فهتطلع 0، الرسمه بتاعت الشير فورس دايجرام المفروض ان هي تطلع كده، تنزل كده وتوصلهم ايه؟ ببعض، والقيمه هنا هتبقى 12 والقيمه هنا هتبقى 12، واللي فوق ده موجب واللي تحت ده سالب. اما بالنسبه للمومنت فالمومنت هيطلع عامل كده وقيمته دبليو ال سكوير على 8، يعني هيطلع قيمته 24. تمام كده يا باشمهندسنا؟ عايزين نشوف هل لو انا حليت نفس المساله دي على برنامج الساب هل بتطلع نفس النتائج ولا ما بتطلعش نفس النتائج؟ فاللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا عايزين نعمل البرنامج ده. طيب دلوقتي هل انا اشتغل اول حاجه بظبطها اليونتس بتاعتي طن ومستر وسليزيوس، هل هشتغل بلانك ولا جريد اونلي ولا بيم؟ دي بيم، فممكن اخش على البيم. فلو كده بيتكلم معاك بيقول لك هات لي النمبر اوف سبان، عدد السبان، فعدد السبان هنا 1 والمسافه هنا كانت 8. بعد كده بيسالك يقول لك لو سمحت هل انت عايز تحط جريد ولا لا؟ فانا مش عايز احط جريدز ولا حاجه، احنا هو دول اللي احنا عملناهم خلاص، مسافه وان هي سبان واحد وخلاص، مش طالبه ان احنا نحط حاجه ثانيه. بعد كده مش احنا اتفقنا ان اي حاجه بتترسم لازم يديها سيكشن؟ فهو بيقول لك انا هنا البيمز دي اللي انت اترسمتها دي انا هديها سيكشن اللي هو السيكشن ايه؟ ديفولت، اللي هو حاجه كده متعرفه بايه؟ في البرنامج، خلاص؟ سيكشن ديفولت متعرف في البرنامج. بعد كده بيسالك على ريسترين، الريسترين دي مقصود بيها السبورت، السبورت هنا في البرنامج اسمها ايه؟ ريسترين. فبيقول لك هل احط الريسترين دي احط السبورت ولا لا؟ فاحنا نخليه يحطها. طب ما هو هيحطها على اساس ايه؟ هو هيحطها على اساس الديفولت بتاع البرنامج. طب الديفولت بتاع البرنامج هنا بيبقى عباره عن ايه؟ واحده هنج وواحده رولر. طب ما اللي كان عندي في المساله كان عباره عن ايه؟ واحده هنج وواحده رولر، فخلاص مش هتفرق معايا، اروح قايل له اوكي. بدا فعلا رسم الكاميرا اهي، نقفل واحده ونسيب الثانيه، فظهر المنظر بالشكل اللي قدام حضرتك ده. فاحنا قلنا له اقف كده في 3 دي، فمش هتفرق لو شفتها في 3 دي، امال احنا بنشتغل على انهي بلان؟ اكس زد. فانا كده واقف في البلان بتاعي اللي هو البلان بتاع اكس زد. طيب بعد ما وقفت في البلان اكس زد كده الكاميرا دي مرسومه وكل حاجه تمام، مش باقي غير خطوه واحده بس ان انا احط الحمل. فالحمل هنا هو عباره عن ديستريبيوتد لود، يعني حمل موزع. فالحمل الموزع عشان تحطه على الكاميرا دي فحضرتك هتحددها. اتفقنا ان الكاميرا بتترسم في البرنامج على انها فريم اليمنت، وعشان تخصص اي حاجه بتروح لقائمه الساين. فانا هروح لقائمه الساين تمام، واروح دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ فريم لود. نوع الحمل اللي انت حطيته اسمه ايه؟ ديستريبيوتد. حضرتك خدت بالك فائده المصطلحات اللي انا عرفتك عليها في الاول عشان تعرف تقرا الكلام اللي موجود في البرنامج. فاحنا عندنا assign وبعدين frame load وبعدين distributed. assign frame load وبعد كده distributed. اول ما بتضغط عليها بيجيب لك الاتي. الصفحه دي فيها ايه؟ اول حاجه بيقول لك اللود باترن. لود باترن دي قصده بيها نوع اللود، هل اللود اللي انت هتحطه ده ديد لود، لايف لود، ايرث كويك، ويند، نوعه ايه؟ فاحنا ما عندناش غير الديد لود اصلا، فممكن نعتبر ان الحمل اللي محطوط ده ديد لود. تاني حاجه بيسالك الكوردينيت سيستم، هل الحمل اللي انت هتحطه ده عايز تستخدم المحاور وانت بتحطه عايز تستخدم المحاور الجلوبال ولا المحاور اللوكال؟ فتختار مثلا المحاور الجلوبال لان احنا شغالين في اتجاه اكس وواي وزد، سهله يعني، مفيش حاجه مايله، فمفيش فايده ان انت تعمل المحاور الايه؟ اللوكال. بعد كده اللود دايركشن، الحمل بتاعنا اللي محطوط ده هو في عكس اتجاه محور زد، اللي هو في اتجاه ايه اصلا ده؟ اتجاه الجرافيتي، فهو معمول في اتجاه الجرافيتي. بعد كده بيسالك اللود تايب، هل ده فورس ولا مومنت؟ فاحنا شغالين فورس.
وقيمة الحمل هتبقى كام؟ 3 طن على المتر، واقول له ابلاي واقول له اوكي الحمل اتحط. هل حد عنده اي مشكله؟ مفيش اي مشكله، مساله سهله جدا وعملناها. بعد كده هتروح دايس كنترول اس عشان تعمل سيف. لازم السيف تعمله زي ما انا عامله كده، فايل او فولدر، بتعمل فولدر على الديسكتوب، والفولدر اللي حطيته على الديسكتوب ده لازم يكون الاسم بتاعه انجلش، والفايل نفسه اللي انت هتسميه مثلا يكون سميته بيم جي 4 جروب 4 يعني، تمام، وقلت له سيف. لازم يبقى شايف المسار اللي مكتوب فوق ده كده، المسار ده كله لازم يبقى انجلش. ليه المسار ده كله لازم يبقى انجلش؟ هوريك حاجه كده، ادي فين الفايل اهو ساب ورك. لو انت بصيت هتلاقي كده، هي دي الايقونه اللي بتشغل الايه، بتشغل الموديل صح، لكن كل الباقي دي الفايلات بتاعه الحل، دي الفايلات بتاعه الحل. فلو حضرتك حفظت الكلام ده على الديسك توب هتلاقي مساله واحده، تلاقي الديسك توب بتملى فايلات، ولو مسحت حاجه من الفايلات دي تلاقي ان الحل بتاعك بتاع الساب باظ، ولذلك بنضطر ان احنا نحطهم في فولدر كده. حلو الكلام. طب ليه الفولدر ده لازم يبقى اسمه انجلش؟ البرنامج ده مش بيقرا غير الانجلش، لو سميته عربي فهو مش هيعرف يوصل ويعمل اكسس للفولدر اللي انت حاطط فيه الحاجه، فيعرف يفك ويحل، صح ولا مش صح؟ فمش هيلاقي حته يحط فيها الفايلات دي، فتلاقي ان البرنامج عمال يتقل معاك ومش راضي يحل. حلو. فلازم التسميه بتاعتك تبقى من اولها لاخرها انجلش. خلاص كده يا باشمهندسين؟ تمام. بعد ما سميته وعملت له سيف، ممكن اروح ادوس على العلامه بتاعه السهم اللي هي بتعمل ران اناليسيس. هنا بيظهر حالتين، حاجه اسمها الديد لود وحاجه ثانيه اسمها الموديل. الديد لود دي يا باشمهندسنا العزيز هي الحاله اللي انت عايز تعمل لها ران، اما حاله الموديل هي حاله دايما بتضاف وهي خاصه بحوارات الزلازل. حلو الكلام. طب احنا عندنا اي حاجه ليها علاقه بالزلازل دلوقتي، فممكن تروح عليها كده تقف عليها وتعمل له دونت ران، فكده يعمل ران على حاله الديد لود فقط. ودي بنعملها لما بيبقى عندنا مثلا اي منشا. حلو الكلام. والمنشا ده منشا كبير فهياخد وقت كده كده في الحل على البرنامج، فملهوش لازمه ان انت تخليه يعمل له حاجات في الزلازل وانت اصلا مش هتاخد نتائج بتاعه الزلازل، فيتقل الحل. طب انا ايه اللي يخليه يتقل الحل؟ ملغي الحاله بتاعه الموديل دي طالما انا مش شغال زلازل. فهمت؟ كل اللي هعمله دلوقتي ادوس اوكي ولا ران ناو؟ لازم ادوس ران ناو عشان يشتغل. اول ما بتعمل ران ناو بيطلع المنظر اللي قدام حضرتك ده، بيقول لك بريبيرنج تو اناليسيس، وبعد كده يعمل اناليسيس، وبعد كده يظهر المنظر ده. ايه المنظر اللي قدام حضرتك ده؟ ده عباره عن الديفورمد شيب اللي هو الديفليكشن، ولو عايز تعرف هو ايه مكتوب فوق هنا كده، ده الديفورمد شيب. لو جيت وقفت عند النقطه الاولانيه كده فبيبدا يطلع لك مين؟ زي ما انت شايف كده الديجري اوف فريدمز او درجات الحريه اللي موجوده، او الحركات الترانسليشن والروتيشن. طبعا يو 1 ويو 2 ويو 3 تمام عندك هنا بصفر، وار 1 وار 3 برضه بصفر، اللي عندك اللي موجود دلوقتي ار 2 اللي هي الروتيشن، لان حضرتك الهنج بتسمح بايه؟ بالروتيشن فقط، والروتيشن حوالين محور من المحاور اللي موجوده، صح ولا مش صح؟ فعامل روتيشن حوالين محور واحد فقط. نفس الكلام في الرولر، هتلاقي برضه مفيش غير حاجه واحده بس اللي ظاهره اللي هي ايه؟ الروتيشن، مع ان الرولر كان ممكن يظهر فيها ترانسليشن لان هي ممكن تعمل ترانسليشن، بس ما ظهرتش ليه؟ عشان اصلا مفيش اي قوه في اتجاه محور اكس تخلي الشكل ده يتحرك في اتجاه محور اكس، فالرولر دي تتحرك، صح؟ وبما ان مفيش حاجه تعمل كده ففعلا الترانسليشن كلهم طالعين صفر. احنا الكلام ده قابلناه في الهنج عشان الهنج بتمنع اكس وواي، صح ولا مش صح؟ انما دي المفروض هتمنع واي بس، ويبقى في حركه في اتجاه اكس. ليه ظاهره الحركه في اتجاه اكس بصفر؟ مفيش قوه في اتجاه اكس، فمفيش حاجه هتخليني اتحرك في اتجاه اكس. طيب بعد كده لو دوست تحت كده هتلاقي حاجه اسمها ستارت انيميشن، لو دوست عليها دي بتخلي المنشا زي ما انت شايف كده بيعمل فيه ايه؟ تحت هنا كده على جنب اسمها ستارت انيميشن، لو دوست عليها بتخلي المنشا زي ما انت شايف كده، فاهم؟ هو مش بيرقص ولا بيلعب ولا احنا عاملينه عشان نضحك ونقول ده جميل، تمام؟ هو ليه فايده؟ الفايده دي احنا اتفقنا ان حضرتك بتعمل حاجه بتنقل الرسمه من الاوتوكاد لبرنامج الساب. حلو الكلام. الرسمه اللي بتتنقل من الاوتوكاد لبرنامج الساب بتبقى مرسومه على برنامج الاوتوكاد، فممكن تكون حضرتك الكاميرا مش واصله للبلاطه او البلاطه مش واصله للعمود، فتلاقي لما انت تيجي تعمل ستارت انيميشن تلاقي البلاطه بتتحرك لوحدها والكاميرا مش ماسكه فيها. هل ده معناه ان النتائج بتاعت البرنامج هتطلع صح؟ ده معناه ان البلاطه ما نقلتش الحمل للكاميرا، وبالتالي تمام الرياكشن بتاع البلاطه ما راحش للعمود، فكل النتائج بتاعت حضرتك
غلط. فلازم لما يبقى عندك بلان كبير تعمل ستارت انيميشن، دي اول حاجه تعملها، تعمل ستارت انيميشن عشان تتاكد ان جميع اجزاء البلان بتتحرك مع بعضها على حسب الاستاتيكال سيستم الموضوع من خلالك. مفهوم الجمله دي؟ لا، لكن احنا بنعمل حركه كده صايعه جميله، بنعمل ايه؟ بنعمل الموديل كله، تمام؟ اول ما بنعمل الموديل كله بنصدره من الاوتوكاد للساب، ما بحطش عليه احمال، دي حركه انا بعملها انا في شغلي، ما بحطش عليه احمال ولا بحط عليه حاجه، بروح اعمل ايه؟ اروح اعمل رن من غير ما اعمل اي حاجه، فهو يعمل رن على حاله مين؟ الاون ويت، واشوفه بيتحرك كله مع بعض ولا لا. بيتحرك كله افتح الموديل وابدا اشتغل، ابقى انا ضامن ان انا شغلي هيطلع ايه؟ سليم. لكن مش هقعد اشتغل ساعه على البرنامج، وبعد ما اشتغل الساعه دي على البرنامج اجي اعمل رن الاقي ان الدنيا ايه؟ بايظه، فهتعيد الشغل كله من اول لاخر. طب ليه نعمل كده؟ فدي حركه كده ان شاء الله هعلمها لك، تمام؟ ان شاء الله انا هحاول انقل لك كل الحاجات، الاخطاء اللي انا وقعت فيها واللي زمايلي وقعوا فيها عشان حضرتك ما تقعش فيها، تمام كده؟ طيب بعد ما عملنا القصه دي كده كلها، عملنا الستارت انيميشن، العلامه دي بتجيب الاندي فورمت شيب يعني ترجعك تاني للزيرو، العلامه دي بتجيب الديفورمت شيب تقول له ابلاي يجيب لك الديفورمت شيب، وممكن تدوس على الواير شادو ده عشان يعرض لك الاثنين مع بعض، ده المنظر بتاع الكاميرا قبل ما يحصل لها ديفليكشن، وده المنظر بتاع الكاميرا بعد ما حصل لها ديفليكشن. العلامه اللي بعديها دي يا باشمهندس اسمها شو فورسز اند ستريسز. حضرتك لو دوست على العلامه دي واخترت جوينت فطبيعي ان هو هيعرض النتائج بتاعت الجوينت اللي هي مين؟ اللي هي الرياكشنز. لو دوست كده اوكي فطلعت الرياكشنز. اول ما انت شفت الرياكشن كده الرياكشن طلعت 12 وشويه. حلو الكلام؟ مش طالعه 12 بالظبط، فاحنا عندنا كده اول نتيجه طالعه غلط، ان الرياكشن مش طالعه بالظبط زي ما احنا عاملين، ولكن في اختلاف بسيط في نتيجه الرياكشن. ولكن في اختلاف بسيط في الرياكشن. لو كملنا شفنا كده على حاله الفريم جبنا الاكسيال فورس اللي هو النورمال يعني، فطالع بكام؟ بزيرو. وده صح ولا مش صح؟ صح، هو ده اللي احنا كنا عايزينه. نيجي هنا بقى نتكلم شويه، احنا عايزين نعرض الشير، اعرض شير كام؟ 2 2 ولا 3 3؟ والمومنت اعرض كام؟ اشمعنى؟ والله هي دي الكاميرا، فاحنا اتفقنا ان البرنامج بيخرج النتائج في صوره اللوكال اكسس وليس الجلوبال اكسس، فده هيبقى محور كام؟ واحد، وده حضرتك محور كام؟ 2، واللي لبره ده محور كام؟ 3. وطبيعي ان الاكسيال فورس هتبقى في اتجاه محور واحد، والشير فورس هتبقى في اتجاه محور 2، والعزوم هتبقى حوالين محور 3، وبالتالي فبتعرض حضرتك شير 2 2 ومومنت 3 3، وده السبب اللي الناس كلها حافظه، هنعرض شير ايه؟ شير 2 2 ومومنت ايه؟ مومنت 3 3. فهمنا ليه؟ فهمنا ليه احنا بنعرض شير 2 2 بالذات ومومنت 3 3؟ تمام. بعد كده لو جينا بصينا بقى، اعرض يا باشمهندس الشير اللي هو 2 2، قول له ابلاي، قول له اوكي، يظهر بالمنظر ده. لو عايز تقف على اي نقطه تشوفها ممكن وانت ماشي كده تشوفها. لو عايز يظهر القيم حضرتك بتروح تدوس على الايقونه اللي مكتوب عليها ايه؟ شو فاليو. اول ما تضغط عليها كده قول له شو فاليو، قول له ابلاي، يظهر ايه يا باشمهندس؟ يظهر القيم بتاعت حضرتك. فطبعا الشير واضح ان في غلطتين، اولا الرسمه معكوسه صح؟ هي عكس اللي احنا عارفينها. ثانيا ان القيم 12 و13 برده مش 12 بس. اما بالنسبه للمومنت لو جيت عرضته فهيطلع برده المومنت قيمته 24 و47 او 27، يعني في قيمه زياده. طب الحته الزياده بقى دي نتيجه ايه؟ في حته زياده في الارقام كده، الحته الزياده دي نتيجه ايه؟ الله ينور عليك. مش احنا واحنا بنعرف البرنامج، واحنا اول ما جيت رسمت الكاميرا قلت لك البرنامج هيدي الكاميرا دي قطع صح ولا مش صح؟ مش قلنا البرنامج هيدي للكاميرا دي قطع؟ طيب القطاع اللي اداه للكاميرا دي مش ليه وزن؟ وبالتالي الوزن ده دخل معايا مع الحمل اللي هو ال 3 طن، فالحمل ده ما بقاش 3 طن، بقى 3 طن ووزن لمين؟ الكاميرا، وبالتالي طلعت حبه نتائج زياده. طب ازاي افهم البرنامج ان هو ما تحسبش لو سمحت الاون ويت ده ما تدخلوش معاك في حساب، خد الحمل اللي انا مديهولك ده بس. بنعمل ايه؟ عشان اعمل اي تعديل لازم اروح افك القفل. فحضرتك هتفك القفل كده، وبعد ما تفك القفل هتروح على قائمه ديفاين، تروح على حاجه اسمها لود باترن، وبعد كده يا باشمهندس ادي الديت اللي هو اللود باترن نيم اسمه، وبعد كده التايب ممكن يبقى ديد لود، لايف لود، روف، ايرث كويك، ويند، وهكذا، صح ولا مش صح؟
احنا شغالين على حاله الديد. هتلاقي هنا في حاجه كده اسمها السيلف ويت مالتي بلاير، ومكتوب قدامها واحد، ده معناه السيلف ويت مالتي بلاير اللي هو الاون ويت يعني. ده معناه ان البرنامج ده لما هتبتدي هترسم له اي حاجه، اي حاجه انت هترسمها له لازم تبقى مرسومه بايه؟ بقطاع. فهو حضرتك بيحسب وزن القطاع ده ويضيفه على الحمل بتاع الديد لود. فهمت؟ يبقى هو البرنامج هيعمل ايه؟ بياخد اي حاجه انت رسمتها بتبقى مرسومه بقطاع، فبيحسب الوزن بتاع القطاع ده ويضيفه على الديد لود. فاحنا هنخليها بدل ما هي واحد نخليها صفر. ده معناه ايه؟ ان هو مش هيحسب الاون ويت معاك خالص. تدوس صفر وتقول له موديفاي، تقول له اوكي، ابدا حل يا ريس، ران ناو، اتعمل ده شكل الديفورمد شيب. تمام. وبعد كده الجوينت، لو جبت الرياكشنز الرياكشن طالعه ب 12 بالظبط اهي. بعد كده لو جينا هنا عرضنا الاكسيال فورس اكيد هتطلع بصفر زي ما كانت معموله. الشير او خلينا في المومنت، المومنت 3 3 هيطلع ب 24 بالظبط زي ما انت عامله في المانيوال. الشير 2 2 هيطلع ب 12 بالظبط ولكنه معكوس. حلو، وبيفضل معكوس، هو مش بيتعدل في البرنامج الا لو انت عايز تعدله يعني. بس انا اسالك سؤال، هل هيفرق معاك عمرك لما كنت بتيجي تصمم اي كاميرا على الشير، بيفرق معاك هو موجب او سالب؟ وبيفرق في المومنت، عشان المومنت لو تحت يبقى انا هحط التسليح تحت ناحيه التنشن، لو المومنت فوق هحط التسليح فوق، صح ولا مش صح؟ ناحيه التنشن برضو. لكن بالنسبه للشير انا عمري ما كنت باجي اصمم كاميرا واقول لك لا اصل الكاميرا دي عليها 5 طن شير بالموجب او سالب 5 طن، ما كانش بيفرق معاك الاشاره خالص، لان الشير مش معتمد على الاشاره، كانت بتفرق معاك في النورمال عشان تعرف اذا كان تنشن ولا كومبريشن، وده ده ليه تصميم وده ليه تصميم. بيفرق معاك في المومنت عشان تعرف برضه ده كان تنشن ولا كومبريشن، وده ليه تصميم وده ليه تصميم. ولكن في الشير مش بيفرق معاك الاشاره، فكون ان هي مطلعها بالمنظر ده فهي مش فارقه معايا اطلاقا. ولكن لو حضرتك حابب ان انت تعدلها فالتعديل بتاعها بيبقى كالاتي. حضرتك هتيجي هنا كده عندك السكيل معمول اوتوماتيك، فانت هتخليه يوزر ديفايند، وبدل ما هو واحد تخليه سالب واحد، وتدوس ابلاي فيبدا يتعكس المومنت بالشكل اللي انت عايزه. طالع كبير شويتين مفيش اي مشاكل، انت تخليه ايه؟ سالب 2 من 10، يطلع الايه؟ الشير نفس الرسمه اللي حضرتك رسمها بايدك بالظبط. ولكن خلي بالك لازم بعد ما تخلص الخطوه دي ترجعه اوتوماتيك تاني، لانك انت لو نسيت وقمت جاي عارض المومنت وخدت القيم، بص القيم بتاعت المومنت هتطلع ازاي؟ ده كده هتخرب الدنيا يا ريس. مفهوم كده؟ يبقى تخلص حكايه الشير دي اللي هي اصلا ما تفرقش وانا مش عايزك تعملها، تمام؟ وترجعه تاني اوتوماتيك عشان كل النتائج تبقى مظبوطه. حد عنده اي سؤال في الرسمه دي؟ دي كانت رسمه بسيطه، الهدف منها الاتي، ان حضرتك تتعلم ان البرنامج ده اي حاجه حضرتك هتدخلها له فهو هيطلع لك هو كمان اي حاجه. اي حاجه حضرتك هتعملها له فهو كمان هيطلع لك اي حاجه. الحكم الاول والاخير ان حضرتك تبقى فاهم الكلام ده بيتعمل مانيوال ازاي، وتبقى حليت مسائل كتير، فلما النتيجه تطلع قدامك تبقى عارف النتيجه دي. مش هقول لك هي مثلا يعني المساله دي كانت سهله، فاحنا كنا عارفين النتيجه هتطلع 12 بالظبط، فما طلعتش 12 بالظبط فقلنا في مشكله. بس على الاقل في المسائل اللي مش هتبقى سهله تبقى متخيل شكل المومنت هيبقى عامل ازاي، عشان لو طلع حاجه غير اللي انت متوقعها تبقى عارف ان هو صح ولا غلط. وده اللي هنعمله في المسائل اللي هنحلها بعد كده، هنمسك حبه مسائل دلوقتي نحلها مع بعض ونشوف كل مساله منها بتتعمل ازاي. في حد عنده مشاكل؟